لم تشكل حكومة نتنياهو، بن غفير وسموتريتش حتى اللحظة، لكن أجواء التطرف والعنصرية تخيم على البلاد وتتغلغل في كافة المؤسسات الحكومية، حيث نشهد في الآونة الأخيرة موجة من التحريض على المواطنين العرب وصلت إلى المستشفيات والمؤسسات الأكاديمية، تترجم بخطوات كفصل أطباء عرب بسبب مواقفهم الإنسانية وإلغاء نشاطات ثقافية تفادياً لغضب اليمين في إسرائيل، وكان آخرها إلغاء نشاط للطلاب العرب في جامعة بئر السبع. وحول ذلك كتبت هيئة التحرير في صحيفة هآرتس مقالاً تحت عنوان مساق تكميم الأفواه، وجاء في معرض المقال: لم تشكل حكومة نتنياهو حتى الآن، لكن الجو العام يمليه بالفعل اليمين المتطرف وثقافة الاضطهاد والإسكات السياسي. كان من المفترض أن تستضيف جامعة بن غوريون حدثاً افتتاحياً للطلاب العرب ينظمه اتحاد الطلاب، ومع ذلك تم إلغاء الحدث بعد أن استبعدت الجامعة جزءاً رئيسياً من الأنشطة التي كان من المقرر إجراؤها هناك، خوفاً من التحريض والإضرار بالسلم العام والصعوبات البيروقراطية. وحول حرية التعبير الآخذة بالتلاشي في إسرائيل، اختتمت الصحيفة بالقول: في الوقت الذي تتعرض فيه حرية التعبير للهجوم ويتم تصوير الأقليات على أنها طابور خامس، من المتوقع أن تكافح الجامعات العنصرية والإسكات والاضطهاد السياسي. سلوك جامعة بن غوريون يشير إلى استسلام لليمين. الجامعة ورئيسها دانييل شيموفيتس يوجهان رسالة إلى الطلاب العرب: مساحة هويتك تقتصر على مسائل الطعام والفولكلور، الهوية الوطنية محفوظة لليهود فقط، وبذلك تم الدوس على مكانتها كمؤسسة محترمة للتعليم العالي. وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على استفحال الفاشية في إسرائيل وتغلغلها إلى داخل المؤسسات الأكاديمية والثقافية والصحية، حيث غرد الناشط فادي عمون عبر حسابه في تويتر: الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط لم تعد هكذا، ليس لأنها كانت هكذا في الماضي، لكن دعنا نقول أنها كذلك. هذه الديمقراطية لا تتحمل إقامة خيمة بدوية وإقامة أكشاك لبيع الملصقات باللغة العربية والفنون التقليدية، كما استبعدت الجامعة أيضا فنانتان تمت دعوتهما للغناء في الحفل الموسيقي، وهما رولا عازر وآية خلف. أما الناشطة السياسية والاجتماعية نسرين مرقص فكتبت على صفحتها في فيسبوك: بينما الشعب ملتهي بالمونديال يجرى كم الأفواه ومنع الحريات، جامعة بئر السبع تلغي احتفال الطلاب العرب مع علامات للتعجب. وعلى ذات المنشور علقت لميس سلامي موسى: مغضب مغضب وسخافة، أسباب الإلغاء تتماشى مع المنحدر الحاد الذي تنزل فيه هذه البلاد وبسرعة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام جولتنا البانورامية، لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.